ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة عدن اجتماعا موسعا ضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والإداري. وأكد وزير الدفاع أن المسؤولية الوطنية والمرحلة الاستثنائية تستوجب مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ الأوامر وإنجاز المهام الموكلة، مضيفا أن القوات المسلحة بجميع قطاعاتها وفروعها هي صمام أمان الدولة والشعب في ظل ما تشهده البلاد من تحول سياسي مهم ولحظة تاريخية فارقة. وأوضح الداعري إن المعركة اليوم تتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ودحر خطر ميليشيا الانقلاب الحوثية ذراع إيران باليمن والمنطقة، كما نوه إلى إعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع والقوات المسلحة وفقا للمخرجات التي تمخضت عن اللجنة العسكرية والأمنية العليا.